ثلاثة، عيد يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الجمعة، ثم عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس لها من عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة، لا عيد ميلاد ولا عيد نصر ولا أي عيد آخر في شرع الله سوى ما بينه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة وجماعة السلفيون، السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة.